سيء. مانيا توقفي من فضلك. إيه مانيا توقفي. أوبس آسفة فانيا. سأصور فيديو رائع. واو، هذا ما أردت. هيا لنستمتع أكثر. هناك شيء ناقص. حصل هنا. إنها مانيا، لم أفعل أي شيء من كل هذا. مانيا قومي ورتبي. يا لها من فوضى، سأعود لأرى. هذا ليس مضحك مانيا، هيا رتبي هذا كله. أطفالي علي أن أسرع، هل تساعدني من فضلك؟ بعد هذا كله أنت فعلت هذه الفوضى وأنت ستنظفينها. أرجوك أرجوك. حسناً، لكن بسرعة. ياي، شكراً شكراً. أين أطفالي؟ Thank you.
هذا؟ هنالك غبار. واو مانيا، عمل رائع، بإمكانك أن تذهبي وتلعبي، هيا. شكرا بابا. وماذا عنك أنت يا فانيا؟ هل فعلت شيئا مفيدا اليوم؟ ماذا؟ حسنا، نظف فانيا كل شيء بينما كنت ألعب بالدمى. ماذا؟ فانيا أنا آسف جدا، بإمكانك أن تذهب وتلعب. وأنت مانيا فكري بما فعلتي، الكذب عمل سيء. أنا آسفة جدا بابا. لحظة، هل يمكنني اللعب مع مانيا؟ لقد سامحتها. حسنا إذا، بإمكانكم أن تذهبوا. ياي! يا رفاق، ساعدوا بعضكم البعض وكونوا دائما صادقين. فانيا، مانيا، ماذا تفعلون؟ عليكم حل واجباتكم المدرسية. هل أنتم أطفال صغار؟ نعم، نحن أطفال. حسناً، اليوم عليكم أن تفعلوا مثل ما يفعل الطفل أليكس. نعم، رائع. واو، إنها تمطر كرات. واو، أحب هذه اللعبة. وقت الغداء. أريد بيتزا. أريد البوظة. أريد البيتزا. وأنا أيضاً. ها؟ طعام صحي فقط للأطفال. حسناً. دراسة، أريد اللعب. لا تقلقي، ستكون سهلة جدا، إنها للأطفال. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، ثلاثة، اثنان، واحد. وقت النوم. إيه؟ ها؟ 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 لا، هذا كثير. الأطفال يأخذون قيلولة بعد الدراسة. ها؟ لنأخذ جولة. لا أريد ركوب هذه الدراجة. لنجرب السيارة. ما هذا؟ لا تعجبني هذه. لا أريد أن أكون طفلاً، أريد أن أكون أنا مرة أخرى. لا عليكم، يمكنكم إذن حل واجباتكم. نعم، واجبات منزلية. أحسنتم. يا أطفال، استمتعوا بجميع مراحل الطفولة.
أهلا وسهلا بكم في حضانة فانيا للأطفال. صباح الخير. لقد وصل الطفل الأول. أرجوك اعتني بطفلي. الطفل الأزرق. صباح الخير. الطفل الثاني. الطفل الأصفر. الطفل الثالث. علي الذهاب للعمل. الطفل الأخضر. مرحبا. الطفل الرابع. الطفل الأحمر. صباح الخير. الطفل الخامس. أرجوك اعتني بطفلي. هاي. هلو. الطفل البرتقالي. أحمر، أصفر، أزرق، أخضر، برتقالي. حان وقت قيلولة الصباح. إلى اللقاء. أها. أين ذهب الطفل البرتقالي؟ أين؟ ها؟ أصفر، أزرق، أخضر؟ هنالك خطأ. الطفل الأصفر. لا أعرف إلى أين ذهبوا. سأختبئ هنا. Let's go. هذا ممتع. جميع الأطفال، علي أن أجدهم. يا أطفال، أين أنتم؟ علي الاختباء. إلى أين ذهبوا؟ وجدت الطفل الأصفر. لا تهرب مرة أخرى. وقت القيلولة. يا أطفال، أين أنتم؟ لدي فكرة. يوجد أطفال، مجرد ألعاب. هذا أنا. وجدت الطفل الأزرق. طفلان. أطفال، أين أنتم؟ هل يوجد أحد هنا؟ ها؟ أوه، إنه الطفل الأحمر، وجدتك. هيا بنا. ثلاثة أطفال. لقد وجدت شيئاً.
يا أطفال، أين أنتم؟ لا أحد هنا، الديناصور فقط. ها! إنه الديناصور. إنه الطفل الأخضر، وجدتك. أربعة أطفال. يا أطفال! أوه لا، علي الاختباء. سأختبئ في الكرة الكبيرة. واو! أحدهم كان هنا. الطفل البرتقالي، وأخيراً وجدته. هيا بنا. وجدت جميع الأطفال. يا أطفال، اسمعوا كلام الكبار ولا تهربوا منهم أبداً. أوبسي. أوه لا، أين ذهبت سيارتي؟ لا تقلق يا أليك، سوف نصلحها. صحيح؟ بالطبع، سنجد كل سياراتك. انتظر هنا، سنعود على الفور. أريد سياراتي. أين سنجد كل هذه السيارات؟ علينا أن ننقسم. فكرة رائعة. إلى أين ذاهبون؟ لنبحث عن سيارات أليكس. أريد أن أنضم لكم. بالطبع. واحد، اثنان، ثلاثة، هيا! ترى أين ذهبت السيارات؟ أوه، واو! أوه، هذه البطة ظريفة جداً! هاي، توقف! عليك إنهاء المهمة! نعم، هذا صحيح، لقد نسيت! علي أن أجد السيارات! ربما في هذه البراك؟ ها! سأفجرها! لا أرى سيارات هنا! لنرى التالية! ولا توجد هنا أيضاً! ربما السيارات بالأوربيز. ليست هنا، لنرى التالية. هل هذه رغوة أو للحلاقة؟ السيارة هنا. وجدت السيارة. لكنها متسخة، علي فعل شيء ما. نعم، هذا سيفي بالغرض. علي أن أعطيها لأليكس بسرعة. أليكس، وجدت سيارتك. شكراً. أين السيارات؟ ماذا بداخلها؟ فهمت، علي أن أخرج العصي لكي تسقط الكرات. لنفعلها. إنها تنجح. السيارة.
أعيدها لأليكس. أليكس، هذه سيارتك الصفراء. شكراً جزيلاً يا مانيا. العفو. يا لها من صناديق جميلة. هل سمعتم هذا؟ شيء ما بالداخل. ما هذا؟ إنه ثعبان. لا. والآن الثاني. ماذا؟ لا. إنه سلايم. رائع، لكن ليس ما أبحث عنه. لنتفقد هذه. لقد وجدت شيئاً. ياي، لقد نجحت. هيا لنعطيها لأليكس. أليكس، هذه سيارتك. أحسنت. السيارة، سأتفقد هذه البركة. لا يوجد شيء. لنجرب رقم 2. لا توجد سيارة هنا. لنحاول مرة أخرى. ولا هنا أيضا. لنجرب الزرقاء. حسناً، هيا بنا. لقد وجدتها. أليكس سيصبح سعيداً. ياي، جميع السيارات هنا. دائماً ساعدوا بعضكم بعضاً. جاهزون؟ 3، 2، 1، هيا! أنا الفائز. هذا رائع، لكنني أريد المزيد. علينا أن نجد مكاناً لنشتري بالونات. نعم، هيا بنا. أهلاً بكم في متجري للبالونات. هذه بالوناتي. الكثير من البالونات، لننفخهم. بالون أصفر. بالون برتقالي. بالون بنفسجي. بالون أحمر. التالي. اللون الأخضر. أزرق. متجر البالونات مفتوح. بالونات، بالونات، بالونات ملونة. جدتي، أريد بالونا. هيا بنا. أوه، زبوني الأول. مرحبا، نريد شراء البالون. لدينا جميع ألوان البالونات، أخضر، أحمر، وأزرق. هيا اختاروا. أريد الأحمر. ياي، سعره $1.
تعالوا مرة أخرى. ما هذا الصوت؟ لا عليكي، أي لون تريدين؟ أريد الأخضر. وأنا أريد بالونا أيضا. حسنا. مرة أخرى. لدي فكرة. داشا، هل أنت جاهزة للسحر؟ نعم. رائع. شكرا. إلى اللقاء. هذا رائع، لكن علينا أن نحل اللغز. مشاغبة. لا تأتي هنا مرة أخرى. واو، لقد وجدنا ما نحتاج. كيف أساعدكم؟ نحن نبحث عن بالونات كبيرة جدا. الكثير من البالونات الكبيرة جدا. حسنا. هذه؟ لا. ماذا عن هذه؟ لا. ربما هذه؟ لا. لكن لا يوجد لدي بالونات أخرى. نحتاج إلى بالونات خاصة لكي نلعب لعبتنا. حقا كبيرة جدا. أعتقد أن لدي فكرة. نعم. هذا ما نحتاجه بالضبط. نعم. لا عليكم، استمري. لا عليك، النقود ليست مشكلة. واو، هذا رائع، لكن نحتاج بلالينا أكثر. نعم. رائع، لا يصدق، لقد جئتم إلى المكان الصحيح. لدي كل أنواع البالونات. واو، لأنك زبون جيد سأعطيك مفاجأة. شكرا لك. العفو. والآن سنفجر البالونات. أنا سأفوز. سنرى. 3، 2، 1. تعادلنا. لقد فزنا نحن الاثنان. أبيع البالونات، أبيع البالونات، أبيع البالونات. لم يبقى أي شيء. لقد بعت كل شيء. صباح الخير. أتمنى لو كان لدي أصدقاء حقيقيون.
أحلام سعيدة باربي. أحلام سعيدة كين. أصبحنا حقيقيون. لا أصدق أننا لسنا ألعاباً. إيه؟ ها؟ هذا رائع جداً. واو كين، انظر إلى هذا. ها؟ ترى ما هذا الشيء؟ لا أعرف، لكنني أحببتها. واو. ها؟ إيه؟ هذا مقرف. أصبح حلمي حقيقة. أنتم حقيقيون. وقت الروتين الصباحي. جميع البشر ينظفون أسنانهم في الصباح. حسناً. توقفوا يا رفاق، ليس هكذا. سأعلمكم. ضعوا معجون الأسنان على فرشاة الأسنان. فقط هكذا. جربوا الآن. تفضل. أها. هذا جيد. والآن هكذا. نعم، هكذا أفضل. أحسنتم يا رفاق. ستيفي، هل استيقظتِ؟ أوه لا، إنه بابا. ماذا سنفعل؟ دقيقة واحدة. لدي فكرة، لا تقلقوا. أها. توقفوا هنا ولا تتحركوا. أوكي. هيا بابا، تفضل. صباح الخير. يا لها من ألعاب غريبة. الفطور جاهز. شكرا بابا، سوف آتي في الحال. يوم سعيد. ولك أيضا. ياي، لقد نجحت. وأخيرا ذهب هذا المخلوق. ما هذا؟ يشبه صوت الوحش. هذا من الجوع، عليكم أن تأكلوا. هيا لنذهب. باربي، اجلسي هنا. أها. كان، اجلس هنا. هذه وجبة الفطور، نأكلها كل صباح لكي يصبح لدينا طاقة. انتظروني، سأحضر لكم الكورن فليكس. الطعام جاهز هنا. استمتعوا. شكرا. دعيني أساعدك. هذه ملعقة، نستخدمها لكي نتناول الطعام هكذا. ستيفي، الفراولة جاهزة. أوه لا، جدتي قادمة إلى هنا. هل سنختبئ؟ أعتقد ذلك. أوه.
مرحبا ستيفي، أنت بخير؟ نعم. لقد نجحنا. والآن لنلعب. لكم رحلة آمنة، سأكون بانتظار زيارتكم. يكبرون أطفالنا بسرعة. أليكس، ماذا قلت لك؟ علي أن أفتح الباب. يجب عليك ألا تفتح الباب للغرباء. ها؟ ها؟ واو، إنها وينزداي. مرحبا، طلب الصندوق السري. لا تقلقوا، هذا حيواني الأليف. بابا، هل تسمح لوينزداي بالدخول؟ أريد أن ألعب بالعنكبوت. لا أرجوك، العنكبوت مخيف جدا. لكنني أريد اللعب معه. No way. ماذا كان ذلك؟ لا 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 أليكس، لا. ها؟ هلو. مرحبا، طلب الصندوق السري. زهرة جميلة. واو، يا لها من زهرة خطيرة. لا ليست خطيرة، إنها خائفة فقط. العب معها. بابا، أريد اللعب معها. لا، هذه الزهرة خطيرة جدا. حسنا. ها؟ أليكس، عليك التوقف عن ذلك، لا تفتح الباب للغرباء. ها؟ ها؟ طلبية الصندوق السري. بيت جميل، دعوني أبقى. لا، لا تستطيع. رائع أليكس، إلى اللقاء. أوكي. هيا بنا لنجرب عصا سوبرمان. 1، 2، 3، 4، 5. واو، إنها تعمل. من هناك؟ علي أن أفتح الباب. أليكس، لماذا لا تتذكر ما قلته لك؟ لا تفتح الباب للغرباء أبداً. ها؟ ها؟ طلبية الصندوق السري. أها. واو. Fantastic. شكراً على الهدية.
لكن لا يمكنك البقاء. أليكس أحسنت. وداعاً وداعاً، إلى اللقاء. لنرى ماذا سيفعل هذا. هذه سينما، ليست ممتعة لوحدي. سأتصل بأصدقائي. يا رفاق، هيا لنجلس في السينما. حسناً، لنزين المكان أولاً. أولاً علينا تزيين البراك. سوف أزين بركتي على ذوقي. ممتاز. هذا لي. رائع. سأستخدم اللون الأخضر. رائع. لا أحب الألوان المضيئة، سأستخدم ألواني. وصديقي العزيز، أجمل درجات اللون الأسود. كل شيء جاهز للفيلم. أليكس، ماذا قلت لك؟ أوبس. لا تفتح الباب للغرباء. الكافيه مفتوح. واو، كافيه. واو. هلو، أنا جائع، هيا لنأكل شيئا. وأنا أيضا. ماذا ستأكلون؟ لحظة. بيتزا من فضلك. حسناً، بيتزا لشخصين من فضلك. حسناً. حان وقت صناعة البيتزا. سنحضر العجين أولاً. انتهي. زيتون والفطر والبابروني خس. والآن سوف ننتهي من تحضير البيتزا. رائحتها شهية. لنجربها. لكن ما هذا؟ ما هذا؟ هذه ليست بيتزا حقيقية. أردتم بيتزا حقيقية؟ آسفة. ها، لنتعلم كيف نصنع بيتزا حقيقية. نعم، هيا لنصنعها. بابا، هل تريد أن تأكل بيتزا؟ بيتزا، أنا أحب البيتزا. طبعا أريد بعضا من البيتزا. نريد أن نتعلم كيف نصنعها. هيا إذن لنصنع البيتزا. علينا أن نفعل شيئا ما أولا. ما هو؟ أول خطوة، علينا أن نغسل أيدينا. أصبحت نظيفة. رائع، والآن علينا أن نلبس المآزر. هل
هل أنتم جاهزون لصناعة البيتزا يا أطفال؟ نعم. المكونات الرئيسية للعجينة هي الطحين، الماء، الزيت، الخميرة والعسل والبيبروني. هيا لنبدأ. أول خطوة علينا فعلها هي أن نخلط الطحين وبعض الملح. يجب أن نضيف الخميرة إلى الماء والعسل. Yeah. وقت الزيت والعسل. لا يمكنني الانتظار. ستكون لذيذة. ما رأيك يا ستيفي؟ إنها ممتازة. بابا، ما التالي؟ والآن سنضع بعض الطحين على الطاولة. هيا بنا. والآن علينا أن نضع العجين على الطاولة ثم نبدأ العجن. الكثير من الطحين. حسناً، ماذا بعد؟ حان وقت مساج العجين. أريد أن أجرب. حسناً. هذا رائع. أريد أن أجرب. يجب أن تفرد العجين جيداً. والآن نضع صلصة الطماطم والبيبروني والجبنة. صلصة الطماطم. ماذا بعدها؟ وقت الجبن. Yes. أحب الجبن. والآن الجزء الألذ. البيبروني. بابا، البيتزا جاهزة. عمل رائع يا أطفال. والآن علينا الانتظار لعشر دقائق. حسناً. والآن حان وقت المفاجأة. واو. هل سنأكل الكب كيك؟ أجل يا ستيفي، لكن دعينا نزينها أولاً. ما نوع الكب كيك التي تريدينها؟ أريد كب كيك اليونيكورن. أريد سوبر هيرو كب كيك. وأنا أريد عروسة البحر. خيارات رائعة. واو! لنبدأ. جميلة جدا. دوري. هل أعجبكم الكب كيك؟ نعم كثيرا، رائعين. والآن دوري. صنعت داشا، إنهم حقا رائعين. واو، يا له من عمل رائع يا أطفال. ها؟ واو يا أولاد، البيتزا جاهزة. أصبحنا نعرف كيف نصنع البيتزا. الطعام الذي نصنعه بأيدينا هو الألذ، لكن أطبخ فقط مع الكبار. سنلعب
نلعب اليوم لعبة الصندوق الغامض أنا وعائلتي. سأخبئ أشياء شيقة في الصندوق وعليهم الاختيار ما يوجد في الصندوق الغامض أو الأشياء التي سأحضرها. والآن ستبدأ المتعة. لنبدأ التحدي الأول. ستيفي، لدي تحدي صندوق الغامض. واو، يا له من صندوق كبير. هيا لنلعب. ما القوانين؟ إنها سهلة، عليك الاختيار ما بين الصندوق الغامض أو لحظة. أو هذه الكرة الخضراء. واو، لكنني أعتقد أنني أريد الصندوق الغامض. هل أنت متأكدة؟ الصندوق الغامض. ستيفي، ماذا ستختارين؟ هذه الكرتان أم الصندوق الغامض؟ سأختار الصندوق الغامض. انظري. إذن هل غيرت رأيك؟ لا، ما زلت أريد الصندوق الغامض. حسناً ستيفي، يمكنك أخذه. هذا ما كنت أحتاج بالضبط. هاي، هذا غير متوقع. لنرى إذا كنا سنخدعها. داشا، لنلعب تحدي الصندوق الغامض. واو، الصندوق الغامض. ماذا سوف تختارين؟ هذه اللعبة أم الصندوق الغامض؟ الصندوق الغامض. وماذا عن لعبتان؟ لا، الصندوق الغامض. هل أنت متأكدة؟ ماذا عن ثلاثة ألعاب؟ خيار صعب. ماذا يوجد بداخله؟ حسناً، لنرى. ماذا؟ فارغ؟ لا، لنرى بشكل أفضل. جداً. تفضلي، هذا خيارك. على الأقل لم يكن فارغاً. إلى اللقاء، أراك لاحقاً. استمتعي. لنغير الخطة قليلاً. أليكس، لنلعب تحدي صندوق الغامض. حسناً، لنلعب. أليكس، ماذا تختار؟ هذه اللعبة أم الصندوق الغامض؟ الصندوق الغامض. حسناً، أليكس، ماذا ستختار؟ هذه اللعبتان أم الصندوق الغامض؟ سوف أختار الصندوق الغامض. ثلاثة ألعاب أم الصندوق الغامض؟ لا، سأختار الصندوق الغامض. حسناً، الصندوق لك. هيا لنفتحه. هيا هيا. واو، أنت محظوظ جداً. لنختبر ستيفي مرة أخرى. هيا،
سأعطيك فرصة أخرى ستيفي. رائع، لنلعب مرة أخرى. حسناً. سلايم واحد أم الصندوق الغامض؟ أريد الصندوق. علبتان سلايم. أريد صندوق. ماذا عن ثلاثة؟ الصندوق. أربعة؟ الصندوق. وماذا عن خمسة علب؟ الصندوق الغامض. حسناً، ستة. حسناً، لقد اقتنعت، أريد ستة سلايم. حسناً، الخيار لك. علب كبيرة ولدي أنا صغيرة. كان ذلك قرارك. وقت المزح. جدتي تعالي. أوه مانيا، ما هذا؟ لنقم بهذا التحدي. جدتي، هل تفضلين الحصول على جهاز التحكم أم الصندوق الغامض؟ جهاز التحكم. متأكدة؟ ربما سيكون هنالك شيء أفضل في الصندوق. أريد مشاهدة فيلماً. لم أخطط لهذا. يا رفاق، لا تحاولوا خداع الكبار. ماذا تعني علامات الاستفهام هذه؟ لنكتشف. ما هذا؟ أنا بطلة خارقة. أوه لا، الأرض حمام بركانية. درسكم اليوم عن الشجاعة. عليكم أن تمروا من خلال الحمام البركانية. ستحصلوا على خوذة أيرون مان عند إكمال التحدي. لكن كيف سأعبر؟ إنها ساخنة. ربما تنجح. لا، لنحاول مجدداً. أوه لا، إنها تغرق. سأفكر بشيء آخر. وأخيراً وقت استخدام قفازاتي. أكملت التحدي. لنجد ماذا يوجد بداخلها. ما هذا؟ أنا فطر. درسكم اليوم عن مساعدة الآخرين. عليكم إنقاذ الأميرة. أعثروا على الفطر والنقود الموجودة داخل الأنابيب. ساعدوني! الأميرة بيتش، سأساعدك. الكثير من النقود. انتهيت من الخطوة الأولى. هنالك فطر. انتهيت. لقد أنقذت الأميرة. هذه لك. والآن دوري. ترى أين ذهبوا؟ رائع.
واو، هل أنا من سلاحف النينجا؟ درس اليوم عن التغلب على المخاوف. عليكم الانتصار على الأشرار. فهمت، هيا لنبدأ. ليست الضربة الأفضل. نجحت. والأخيرة. ياي، لقد اجتزت المرحلة. تغلبت على مخاوفي. يا لها من مغامرة، حللت اللغز. أنا سعيدة، لقد أنقذت الأميرة. عرفت ماذا سأفعل بها. لقد نجحنا. حللنا بعض المشاكل وتعلمنا دروس قيمة. هذه بيوت سحرية تحتاج إلى الماء لكي تكبر. 1 2 3. أحسنتي. وقت السحر. أصبحت البيوت كبيرة. أحسنتم يا أطفال. بيتي أخضر. بيتي زهري. بيتي لونه أزرق. لدي فكرة، ما رأيكم أن نلعب تحدي البقاء في البيوت لمدة 24 ساعة؟ نعم نعم. التحدي سهل جداً. علينا أن نزين بيوتنا بنفس لون البيوت. لوني زهري. داشا، عليك أن تزيني بيتك باللون الأخضر. ستيفي، زينة زرقاء. لدينا 10 دقائق فقط، سوف يبدأ الوقت الآن. أزرق، أنا أبحث عن الأزرق. انظروا إلى هذا، أعتقد أنه حوض. يبدو جميلاً، أعجبني. سوف أستخدمه. غرفة كبيرة، سأبحث عن الأزرق. هنالك الكثير من الأزرق. هنالك الكثير من الأزرق، سوف أبدأ. هيا انطلقي. واو، إنه جيتار. يبدو رائعاً، لنأخذه. واو، دب أزرق. ظريف جداً، ولونه أزرق. واو، خشخيشة. الكثير من الآلات الزرقاء. ساكسفون. أعجبني. وهذه زرقاء. رائع. واو، ضوء أزرق. ممتاز. كرة زرقاء. وسيارة زرقاء. واو، أنا فخورة بك. باتمان أزرق. وفيل أزرق. يا رفاق، هل تعرفون من هذا؟ ستيتش. هذا الببغاء أيضاً أزرق. إنها حقبة الببغاء الأزرق، إنهم نادرون. أنت محظوظة يا ستيفي. من مصاصة كبيرة، إنها بلوني. ستيفي، هل ستأكلينها حقاً؟ لا، إنها طعام سيء، سوف أجد شيئاً أفضل. حسناً، يا أطفال، هذا الطعام ضار جداً، لنأخذكم معنا. هذه مفيدة. حصلت
على الكثير من الأزرق لنذهب. أعتقد أن لديك الكثير من اللون الأزرق. لنسرع. هيا لنبدأ التزيين. ناعم جداً مثل السجاد. يبدو دافئاً. هل أعجبكم المنزل؟ لنأخذ الفيل الأزرق. أين سأضع هذه؟ لقد عرفت. كرة للعب، فكرة رائعة. والآن وقت الجيتار. والآن سيعيش معي. والآن أصبح لدينا الكثير من الألعاب والآلات الموسيقية. اضغطوا على زر الإعجاب إذا أعجبكم البيت. واو، كرات! رائع! المكان جميل، لكن علي أن أضيف شيئاً. هنالك شيء سهل جداً. جاء دوري الآن للبحث عن أشياء زهرية. هذا ما أحتاجه تماماً. رائع، سيكون كالسجادة في بيتي. واو، انظروا كم لعبة زهرية. يا رفاق، ما لونكم المفضل؟ هذا الشيء الزهري سيكون مفيد. اضغطوا زر الإعجاب إذا أعجبكم الزهري أكثر من الأزرق. سيكون لدي الغرفة الأجمل. انظروا كم أنا قوية. هل تريدين مساعدة؟ نعم بالطبع. المزيد من اللون الزهري، لم لا؟ لا، لدي خطط أخرى لليوم. هذا ليس يومك اليوم. لنبدأ التزيين. البطانية أولاً. يبدو المكان جميل، لكن ينقصه شيئاً ما. لقد عرفت. يبدو رائعاً، أليس كذلك؟ علي أن أجد أشياء خضراء. جاء دورك يا داشا، هنالك الكثير من الأخضر. نظارات خضراء، ما رأيك؟ أعجبتني، لكنها ليست ما أريد. لقد أعجبني هذا، سوف أخذه معي. واو، وحش آخر باللون الأخضر. إنه ثقيل. لدي فكرة. حية خضراء. لا تخافي، إنها ليست سامة. تبدو وكأنها مبتسمة. تمساح. ياي، لنأخذه معنا. لنبحث عن أشياء أخرى خضراء. دونات خضراء، لنأخذها. أخذت كل الأخضر. السلام أولاً. جاهزون. هيا
أردت التزيين. نعم، لنبدأ بالسجادة، إنها ناعمة جداً. دافئة جداً. واو، انظروا كم أصبح المكان جميل. أريد مثلك. المكان مظلما. هكذا أفضل. أنت محقة. هكذا أجمل. سأضيف بعض الأضواء أيضا. كم أصبح المكان جميل، أزرق زهري وأخضر. لديكم غرف جميلة. أوه، ما هذا؟ ماذا بداخلها؟ كيف نفتح هذه الصناديق؟ لا أعرف، يبدو أنها هنا لسبب ما. واو، ما هذه الأعين؟ أوه نعم، داشا اذهبي وأحضري وحشك. نعم إنها مناسبة، جاء دورك. لا نعم إنها مناسبة. انظروا كم أظافري طويلة. ما رأيكم أن نجمع بيوتنا سوية؟ فكرة رائعة. ألو مرحباً. ألو مرحباً، أستطيع سماعك. حسناً، لنتصل بداشا. ألو مرحباً، أنا أسمعك، هل تسمعينني؟ نعم، اشتركوا بقناة فانيا مانيا. كيف حالكم؟ بخير. هل أعجبتكم لعبة اليوم؟ هل أنتم مستمتعون؟ نعم مستمتعون جداً. مرحباً، كيف حالك؟ بخير. حار جداً. أوه لا، الجو بارد. بارد، حار، بارد، حار. تحدي الحار أو البارد. الجو حار جداً. الجو بارد. الحرارة رائعة، إنها أفضل من البرد. أحب البرودة جداً، الحرارة سيئة. حان الوقت لآكل شيئاً. يمي. والآن آلة البشار. تبدو شهية جداً. واو، يمي. وقت القليل من المرح. لنصنع بعض الثلج. لنصنع كرة الثلج.
لذيذ جدا. ها؟ ما هذا؟ لا أعرف ما الذي حصل. ربما أصيب بوشارك بالبرد. أوبس، لم أتوقع حدوث هذا. لنجرب هذا. لا أعتقد أنه ينجح. فانيا، أحتاج مساعدة. لقد تجمد مكياجي. لا عليك. واو! والآن سننتظر قليلاً. إنها تنجح حقاً. شكراً، لكن أصبحت مبللة. ماذا سأفعل؟ انتهيت، أصبحت جافة. شكراً فانيا، أصبحت ملكة الثلج الآن. هل رأيتِ؟ الحرارة مفيدة. سأذهب إلى جهتي الآن. أريد الشاي الساخن. ساخن. يا إلهي، فكرة، الثلج سوف يساعد. والآن أصبح الشاي ليس ساخناً. شكراً مانيا، هذا أفضل بكثير. هل رأيت؟ البارد أيضاً مفيد. أنت محقة. وقت الغداء. أصبحت جاهزة. هذه طريقة سيئة لطهي البيض. سأساعدك. جاهزة. تبدو شهية جدا. شكرا فانيا. لا عليك. هل رأيت؟ الحرارة جيدة. نعم، الطعام الساخن هو الأفضل. وقت المارشميلو. حريق! 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 هل رأيت؟ الثلج لن يخذلك. هذا صحيح. أعرف ماذا سأفعل. هل تشعرين بتحسن؟ أفضل بكثير. شكرا فانيا. هل رأيت؟ الحر أفضل بكثير من البرد. فانيا، علي الاعتراف، الحرارة مهمة جدا، والبرد مهم جدا أيضا.
نعم، أحب الحرارة أيضا، لكن البرد أفضل. الحر أفضل. توقفوا، على ماذا تضحكون؟ ما الذي حصل لشعرك؟ ماذا حصل لشعري؟ ماذا؟ ماذا؟ هذا ليس شعري. لا تقلقي مانيا، سوف أخبر أبي بسرعة. مانيا تحتاج إلى مساعدة. أنا قادم. بابا انظر ماذا حصل، أريد شعري. لا تقلقي مانيا، لدي حل لك. أوتش. أوه. استعدت شعري الحقيقي. ماذا؟ بابا! ماذا؟ 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 ما الذي حصل لشعري؟ لا! يا له من حلم غريب. مانيا استيقظي. مانيا! ها؟ ماذا حصل ليديك مانيا؟ ما الذي حصل؟ ساعدني ساعدني، ما الذي حصل؟ ساعدني. لا تقلقي مانيا. What? هكذا أفضل بكثير، شكرا يا أبي. ماذا حصل ليديك؟ ماذا؟ أوه لا، أقدامك. يا له من كابوس. أوه ما هذا، لنجرب. أحمر، لكنني أريد أزرق. لا يوجد أزرق. أوبس. هاي، أنا نائمة هنا. ماذا؟ ما الذي حصل؟ شعر مقرف، الشعر في كل مكان. ما الذي حصل هنا يا فانيا؟ كنت أحاول الحصول على العلكة الزرقاء، ثم سقط الجهاز مني، ثم بام وكل العلكة على الأرض، ثم أصبح الشعر في كل مكان. أوه آلة العلكة، فهمت الآن. ها، كل هذا حصل بسبب هذه الآلة. علينا التخلص من آلة العلكة. حللنا اللغز، هيا لنلعب في الحوض الآن. نعم. لوك لا،
تأكلها، لا تأكلها. لا. أوبس. احذري. أوبس. أوي 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 أوي. ساعدوني ساعدوني، ما الذي حصل؟ السلايم عالق في شعري، ساعديني يا ستيفي. لا تقلقي مانيا، لدي الحل. احذري. شكرا يا ستيفي. العفو يا مانيا. ها؟ ما الذي قد فعلته هنا؟ أوبسي. ستيفي، هل بإمكانك الذهاب إلى السوبر ماركت وإحضار الفواكه رجاءً؟ حسناً، سأذهب في الحال. وأنت مانيا، عليك تنظيف كل هذه الفوضى. لنرى ماذا سأشتري. لنرى. كنا نلعب ببالون الماء ولكنه انفجر. لا تقلقوا يا رفاق، لدي فكرة، سأساعدكم. شكرا جزيلا ستيفي. العفو. أن أدفع لكراج سيارتي. ما هذا؟ ماذا حصل لسيارتي؟ ماذا حصل يا داشا؟ انظري. لا تقلقي يا داشا، سأساعدك. نعم، لنفعلها، لنقوم بحلق شعر سيارتك. واو. ستيفي، أحب المساعدة دائما. ما هذا؟ لنتفقد السيارة. أوه، لقد أخذ كل الموزات. مرحبا، أريد شراء الفواكه. حسنا. شكرا جزيلا. على الرحب والسعة. شكرا ستيفي. لا يمكنك رمي المهملات في الشارع أيها القرد. أنت توقف. ألو الشرطة، كيف أساعدك؟ لقد سرقت سلتي، سآتي في الحال. توقف الشرطة. سأقبض عليك. أوه لا، إنها فارغة. ماذا؟ هذه لي؟ نعم، لأنك تساعدين الجميع. شكرا، كونوا دائما طيبين ولا تنتظروا شيئا في المقابل. وحوش مخيفة. ستيفي. لنلعب. أين كرتي؟ علي أن أجدها. وجدت شيئا ما. عنكبوت. ساعدوني 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 ساعدوني.
أنا جائعة. لنجهز مكانا للعب مع كل ألعابي. أريد المزيد. أوه، وجدت الشاحنة. حسناً، لننطلق. ماذا يحدث هنا؟ أوه، بابا، هذا أنت؟ اعتقدت أنك في الخارج. لا لا ستيفي، لقد كنت بالخارج وعدت. لوني هو الأخضر. ياه! ماذا سنفعل بهذه الدمى؟ لنتفقدها، ربما سنعرف ماذا سنفعل. أوه يس! هيا لنبدأ. وقت النوم، ضعوا الأطفال في الأسرة. حسناً، لنجد الأسرة. وجدته، إنه أخضر. وجدت اللون الأصفر. وأنا اللون الأحمر. آه.
لنرى ما التالي. وقت الطعام، عليكم إطعام الأطفال. هيا لنبدأ. وجدت الأولى هنا. وأخيراً، هيا لنجد الخضراء. لقد وجدت الأخيرة. هل أنت جائع؟ انتهيت من الطفل الثاني، والآن الأخير. سنبدل ملابسك لندورها. واو، الأطفال يتبولون كثيرا. ضعوهم الآن على المرحاض. حسنا، الأول هو الأحمر. الثاني لونه أصفر. وجدته، اللون الأخير هو الأخضر. هاي، هيا سوف أغلق عيناي. سنفعل شيئاً آخراً أيضاً. والآن علينا وضع الحفاضات. هيا لنبدأ. أكدت أن أنتهي. انتهيت. إيو. ما هذا؟ لا تبدو مثل البول. هيا بنا. والآن ألبسوهم ثيابهم. يبدو هذا سهل. لنبدأ. لنبحث. الحقيبة الأولى حمراء. هيا لنجد الآخرين. الحقيبة الثانية لونها أصفر. وجدتها، الأخيرة لونها أخضر. أوه يس. أوه، إنها صغيرة جدا. لا أعتقد أن هذا مقاسي. أوه يس. مقاسها ممتاز. حان وقت الثانية. أعتقد أنك تحتاج قبعة. وقت الحذاء. أخيراً وليس آخراً، ذا
طريفة جدا. حقيبة رائعة. اللمسة الأخيرة. لقد انتهيت. التحدي الأخير. اصنعوا مكاناً للعب للأطفال. هيا لنفعلها. وجدتها. سأجد الصفراء. وجدتها. لقد وجدتها. ماذا يوجد؟ ألعاب رائعة. واو. لنزين البراك. جائع جدا. ها؟ واو. سأجرب واحدة. هل هذه قوة خارقة؟ أحدهم قادم. لنصنع شيئا لذيذا. ماذا؟ ما الذي يحدث؟ ماذا يحدث هنا؟ من فعل هذا؟ فانيا، هل هذا أنت؟ سأجد من فعل هذا. هذا ممتع جدا. عيون كثيرة على لوحتي، وعيون كثيرة على كل ألعابي، ويوجد على سيارتي أيضاً عيون كبيرة. غريب، هل رأى أحدكم فانيا؟ ها؟ ماذا؟ اقبضوا عليه. فانيا، لقد أمسكت بك. ماذا؟ المزيد؟ فانيا، سوف أمسك بك. هذا ممتاز. Go, go, go!
لن يجدونني أبداً. فانيا، أين أنت؟ هذا مسلٍ. فانيا، سوف أجدك. فانيا، أزلها عني. هذا ممتع للغاية، لن يوقفني أحد. يا رفاق، لقد أمسكته. هل أنت متأكد؟ ماذا؟ أصبحت يداي عيون. إلى أين ذهب؟ إلى هناك، عليك أن توقفيه. حسناً أليك، سأمسك به. فانيا، أين أنت؟ أنا هنا. فانيا، هذا ليس مضحكاً، توقف. لابد من وجود طريقة لإيقافه. لابد من وجود طريقة. لحظة، هل تفكرون بما أفكر؟ أعتقد أنه لدي نفس القوى الخارقة. أوه لا، ما هذا؟ إذن ما رأيك بهذا؟ ما رأيك أن نصبح أصدقاء؟ حسناً، لكن عليك مساعدتي بالتخلص من هذا. حسناً. رائع، هل نسيت شيئاً؟ يا رفاق، تعال هنا. حسناً، لقد فهمت. هاي! شكراً فانيا. شكراً، أنا آسف، لقد تحمست قليلاً مع اللعبة، أعتذر. لقد سامحناك يا فانيا. ياي! ساعدوني، ساعدوني! سنتعلم اليوم عن الحشرات. هذه هي النملة. وهذه النحلة. وهذه هي فدس النبي. وقت الغداء. أين ذهبت الحشرات؟ ساعدوني! النجدة! النجدة! أوه! بابا يحتاج مساعدة! أرجوكم! المنزل مليء بالحشرات! لا أدري ماذا أفعل! بابا، سوف ننقذك! سوف أختبئ! مسكين بابا! إلى اللقاء! يا رفاق، علينا أن نتخلص من الحشرات، لكن علينا أن ننقسم. هيا لنمسك بكل الحشرات. 1، 2، 3، انطلقوا. من المؤكد أنهم هنا. لحظة، هل تسمعون هذا؟ هل تريد أن تأكل كل طعامنا؟ أمسكت بك. يا حشرة، أعرف أنك هنا. أنت هنا. ها، هل أردت غسل يديك؟ أوه.
هل أردت الاختباء هنا؟ سأتفقد الغرفة. ربما هنا. في ملعب الكرة. لا. أها، لقد وجدت الموسيقية. حشرات، إنهم بطاط. أعتقد أنني وجدت شيئاً. لن أشارك غرفتي معك. حيواننا الأليف. أعتقد أنني أسمع شيئاً. وجدتك. حشرة كبيرة. سأجدهم كلهم. ما هذه الرائحة؟ المكان لا يناسبك. يا إلهي، هذه حشرة عملاقة. لكن كيف سأمسك بك؟ إلى اللقاء. أعتقد كم حشرة لدينا هنا؟ لنتعلم المزيد عن الحشرات. هذه خنفساء وحيد القرن. هذا هو الجندب، شنبه أطول من جسمه. هذه النحلة، لديها 5 أعين ولا ترى اللون الأحمر. هذه فرس النبي. ما رأيكم أن نصنع برجاً من الحشرات؟ ياي.
تفتح الباب للغرباء. يجب أن ترى من على الباب أولاً. حسناً. من أنت؟ من أنت؟ هذا أنا فانيا. هل تعرف كلمة السر؟ نعم أعرفها. ها إنه فانيا، لنفتح الباب. لدي هدية لك يا أليكس. شكرا فانيا. تذكر أليكس، لا تفتح الباب للغرباء. حسنا. يطرق على الباب. أليكس! أليكس لحظة! أولاً علينا أن نعرف من يكون. ربما شخص غريب. حسناً مانيا. من هذا؟ هذا أنا بابا. هل تعرف كلمة السر؟ نعم أعرفها. نعم إنه أبي، لنفتح له الباب. أليكس لدي هدية لك. شكرا بابا. أليكس لا تفتح أبدا الباب للغرباء. حسنا. أليكس هيا لنفتح هديتك. هيا بنا. واو. انتظرني يا أليكس، علينا أن نعرف أولاً إذا كان شخص غريب. حسناً يا بابا. من أنت؟ هذه أنا جدتكم. هل تعرف كلمة السر؟ نعم أعرف. إنها الجدة، لنفتح الباب. هذه لك يا أليكس. شكراً جدتي. أليكس لا تفتح الباب للغرباء أبداً. حسناً بابا. ها؟ أحدهم يطرق على الباب، لنرى. انتظرني. مرحبا، أنا رجل البيتزا، لدي طلبك. لا، هل تعرف الكلمة السرية؟ لا، لا أعرفها. لا تعرفها؟ إذن لن تدخل. ماذا؟ لماذا؟ أحسنت أليكس، لقد تعلمت الدرس جيدا. أنا طلبت البيتزا وأنا سأفتح الباب. شكرا جزيلا. تذكروا يا أطفال، دعوا أهلكم يفتحون الباب للغرباء. وقت البيتزا. أين لوك؟ أوه لا. أها، جوارب قديمة. هيا بنا. لوك، هيا بنا لنلعب. لما هذه هنا؟ أين لوك؟ أوه لا، الباب مفتوح. داشا، أليكس، ستيفي، تعالوا. ما الذي حصل؟ كلبنا مفقود. لقد خرج لوك. أوه لا، ربما هو في المنزل. حسناً، لنعثر على لوك. لوك، أين أنت؟ ترى أين سيكون؟ لنفكر مثل لوك. ربما كان جائعاً ثم خرج لكي يجد طعام. أوه، لدي فكرة، سأحضر طعام لوك المفضل. هذا غريب، سأواصل البحث. وأخيراً، هذا ما أحتاج. كيف
تحبه الكلاب. لوك، لدي طعامك المفضل. لوك، أين أنت؟ لوك، أها، يبدو أنها خطواته. سأبحث هنا. ربما لوك يستحم. ليس هنا. هل هذا لوك؟ آه، إنها مجرد لعبة. لوك، أين أنت؟ لوك، إنها ألعاب لوك المفضلة. ربما هو داخل المنزل. وجدت ألعاب لوك. هل من أحد رآه؟ لا. هل رأيت لوك؟ لا لا. حسناً، هل رأيته يا سيد ستيتش؟ لم أرى لوك، أنا أقرأ القصص. لوك، هل أنت هنا؟ لوك، فانيا انظر. لا شيء، سأتفقد هناك. بالتأكيد ليس هنا، وجدت فقط جوارب قديمة. هل وجد أحدكم لوك؟ لا، وجدت ألعابه فقط وجواربه فقط. لدي فكرة، علينا طباعة المنشورات ونشرهم في الخارج. ربما وجده أحد. فكرة رائعة مانيا، هيا لنبدأ. انتهيت، سأطبعها الآن. هيا. كلبنا العزيز. حسناً، اذهبوا من هذا الطريق وأنا سأذهب من هنا. هيا. لوك، لوك، أين أنت؟ لم نستطع إيجاده أنا وأليكس. وأنا أيضاً. أين لوك؟ وأنا لم أجده أيضاً. هل تسمعون هذا؟ نعم. هيا لنبحث. أوه لوك، أنت هنا. لقد وجدنا لوك. ياي. اعتنوا واهتموا بحيواناتكم يا رفاق.